هدفي من الفيديو ده ان انا اخلي الكروين يخضعوا لي واحولهم لجنود عشان احرر العالم السفلي من الورد. فيديو النهارده هيكون طويل، فات لك حاجات تشربها او تاكلها واستمتع بالفيديو. طب خلينا ندخل في الجد دلوقتي، وبكده نكون دخلنا في الجد. عمر، هو انت ممكن تقول لنا انت ليه دخلت النزار؟ يب يب طبعا اقدر اقول لكم انا ليه دخلت النزار، لان بدايه احنا محتاجين اميرالد كتير، فعشان نجيب اميرالد محتاجين ميلون وبابكن فارم عشان نبيع الميلون والبابكن للفيليجرز فيدونا اميرالد. طبعا مش هنقدر نعمل ده غير باستخدام فارم ميلون وبابكن. عشان ابني فارم ميلون وبابكن محتاج الشيء ده، فعشان كده احنا على اخطر مكان في النزار مع اسوأ ريسبون بوينت في الحياه في النزار، بس عشان نجيب كوارتز. لحسن حظي وحظكم انا مش محتاج كتير، فعلى ما اظن الكمية دي تمشي، وكمان هحتاج واحدة من دي. نوصل لها ازاي بقى؟ اوكي، معنا جلستون ومعنا نذر كوارتز. خلينا نطلع من هنا قبل ما يجيلي حالة نفسية من كتر الرعب. باي يا نذر يا وحشي، واهلا ببرعي. اشتقت لي؟ ها؟ اشتقت لي صح؟ قلة الادب دي. طيب دلوقتي احنا لازم نبني الميلون البابكن فارم الاول، فانا اوريدي عندي تصميم ليها، بس محتاجين نختار مكان. اين نبني هناك. واحدة من الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نقتل الوردن هي الميلون بابكن فارم دي، لان اسهل طريقة انك تجيب فيها اميرالد هي حرفين الميلونز والبابكن. كل انت هتعمله انك هتجيب فيلجر وتديه الكومبوستر يبقى فارمر، وبقى ما يبقى فارمر لازم تبيع له البطيخ. قبل ما تبيع له بطيخ لازم تركيه طبعا، بس يعني هيبيع لك 4 بطيخات مقابل 1 اميرالد، وبما ان احنا عندنا فارم هيبقى عندنا كمية غير محدودة حرفين. وبكده نكون احنا خلصنا اول مرحلة من الهدف. دي كانت رحلة طويلة عريضة. طيب بان انا كنت صاحي الساعة 5 الفجر، فقلت ان انا اقف هنا حلو زي المتوحدة اللي بيبقى في الفصل، وافضل ابص كده وافك هنا كده واروح انام لي ساعتين، عشان حرفيا كانت عيوني بتقفل بقوة غير طبيعية، قوة خارقة تقريبا ما اعرفش. دي كمية البطيخ اللي احنا جبناه من ساعتين اف كي. دبل شيست واحد حلو، 80% من دبل شيس تاني مش حلو. انا افكت ساعتين، اقل حاجة اتوقعها ان عادي يعني احنا طبيعيين، احنا ما فيناش حاجة يا شباب، هي مجرد بس انه ايه، انا كنت مخطط حلو ان انا ابتدي بزنس جديد. هلا برعي، كنت مخطط ان انا ابتدي بزنس جديد وهو عملية بيع شراب عصير البطيخ، ودي عملية اوتوماتيك جدا يا شباب. احنا بنروح نجيب سكر من هناك حلو، وبنجيب من هنا ايه بطيخ، نجمع الاثنين في بعض وبوم. احلى ايتم شفته البشرية، عصير البطيخ. خلينا ناخذ اول شفطة من العصير الجميل قوي ده المعمول بعناية تامة. بسم الله. اوكي، ده كان سيشن بناء حلو قوي. في السيشن ده عملت المكان اللي هحط عليه سجن القرويين، وسجن القرويين ده هو المكان اللي هطلع منه كل الاميرالد عشان اجيب الجنود. قبل ما ابدا ابني البناء الكبير ده، انا عايز صراحه نشتغل على المنطقه الساده دي. في الحلقه اللي فاتت قلت لكم ان انا عايز المنطقه تبقى واقعيه على قد ما اقدر، على اساس انها تمثل العصور الوسطى، فعشان كده هنبدا الاول احنا نحط شويه طرق هنا وشويه مزارع. مشكله الطرق الوحيده ان البلوكه دي بود، فمش غلط الكورس ديرت حلو كل حاجه، ولكن ساده قوي. شوف لوحدها ساده قوي، شايفين البلوكه دي بقى؟ دي روت الديرت. الروت الديرت مع الكورس ديرت مع كم بلوكه ثانيه زي الجراس باس، دي الاشياء هتخلي الطريق احلى 100 مره. كيف نجيب الروت الديرت؟
لازم نلاقي الاشكاف، ولا هي في العادة بتبقى حاجة حبتين صعبة جدا انك تلاقيها، انها بتكون تحت الارض. الدليل الواحد بس انت ممكن تشوفه عشان تعرف ان هنا في الاشكاف هي نوع من انواع الشجر. حلو، بيبقى كده الشجر اسمه ازوليا تري وبتليه في الغابات. فالخطة دلوقتي اللي ندور على ازوليا تري انا وبرعي، ولما نلاقي نجمع على قد ما نقدر روت الديرت، لان هي تعتبر واحدة من اندر البلوكات. وصراحة انا مش عايز ارجع ابني بالكورس ديرت تاني، ممل. طبعا كل ده هياخد وقت طويل، الا لو في ايتم بيقول لي فين البيومات. تا 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 الكومبس دي هتوجهني اتجاه اللاش كيف بالظبط، وهيديني معلومات اللاش كيف على الشمال. ده كله طبعا عن طريق المود باك بتاعتي، اللي هي بالمناسبه دلوقتي بقت متاحه على موقع مودرنز. للاسف لازم تحمل البرنامج بتاع مودرنز عشان تقدر تستخدم المود باك بتاعتي، بس لو عايزين تستخدموا موداتي، كل المودات الموجوده هنا، روحوا حملوا المود باك، هتلاقوا الرابط في الوصف. براي راح فين؟ براي تعال 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 سكر، مش وقت تاكل، تعال. Let's go بو، نمسك دي في ايدينا التانية ونمشي من هنا كده. يا اخي انت مش متخيلين قد ايه الموضوع ده بيسهل. الازاليا تري مش عارف ليه بايظه كده، بس يعني ما حدش ياخد باله دي. مشاكل في الريسورس باكات يا شباب، نحلها بعدين. دلوقتي بكل بساطه نكسر الحبايه دي وهنلاقي الروت الدورت. يا اخي ما احلاك، احنا وقت اللي احنا نجمع روت الدورت على قد ما نقدر. يا اخي الانفنتوري بتاعي اتملى. وات يا اخي، طب لو ضغطت بيه ايه اللي هيحصل؟ انفنتوري جديد عشان المود باك بتاعي خطير. فهمت الفكره، روح اعمله المود باك. ها صراحه ما توقعتش ان انا اطلع الكميه دي من مكان واحد بس، بس هو حرفيا ضخم ضخم قوي. واللاش كيف اصلا لوحده كبير متفرع في الديب سليت ليفل. بس او ماي جاد شباب، شوفوا شوفوا المنظر عامل ازاي. واو لا 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 طلعتوا منين انتوا؟ ابلع يا كلب، انا عمر فايف، حدش يقدر يضربني. يا اخي بس الكهف مش طبيعي حرفيا، شكله جميل قوي. الصوت سامعين انتوا الصوت الضفادع؟ اوه ويت، طالما احنا هنا خلينا نحاول نجيب اكسلاتل. واو كسرت لي ايه؟ كسر لي الشيست بليت الحيوان. ما يهم، عايز اكسلاتل، مش هطلع غير لما اجيب واحده على الاقل. مش معقول اللاش كيف الكبير قوي ده وما فيش ولا اكسلاتل واحده فيه. كائن البيض ده يعني حد يقول له تصفيق. شت تويست الاسهم. يا اخي الموضوع ده هياخد وقت طويل. انا تعبت. تعرفوا لما بتعب بعمل ايه؟ بشرب عصير بطيخ. ليتس جو. صل على النبي صل على النبي، انا 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 برعي برعي، يلا نركض من هنا يا عمي. يا اخي لازم اعدي الميه دي، ما اقدرش اعديها بالحصان. الا الدار مان، انا شوف 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 حصاني بيمشي على الميه، انا حصاني بيمشي على برعي. مش طبيعي، برعي ليفل تاني. برعي از الفا حصان، هي از سو سكيبيدي. هو هو واو بلاد، انا فين؟ ايام باخد صورة الاحداثيات. انتوا لما تعملوا لي الحركات دي اخاف يعني؟ ها؟ بقول لك انت واو، انا لسه لابس دروع جديدة ومجدد ادواتي، برعي تسيبوه دلوقتي حالا ولا مش هيحصل لكم كويس. تفكرين يعني انتوا هتيجوا تاخدوا الفيلجرز مني؟ لا، الفيلجرز بتوعي انا. اضرب لو انت راجل، اضرب اضرب.
يب توقعت. تقدرش تعملوا حاجة. تعال براي. برعي برعي هم ادوك فلوس؟ غسلت عقل الحصان بتاعي ها؟ اوكي اذا هي الحرب. الله اكبر. ايزي ابلع. ايزي 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 جي جيز. هنا هحط العلم بتاعكو. ده علم هزمتكم ده. يا اخي الواحد مش ميقدرش يعمل مزرعة في هدوء يا اخي. اوه هاي. رجعت تاني؟ ها؟ يلا. هو انت ليه كل ما اجي هنا الاقيك قاعد؟ حرفيا كل مرة اجي هنا الاقيه واقف في نفس المكان. او ماي جاد سو كيوت. خلاص انت بتاعي. انت بتاعي دلوقتي. معيش نيم تاج دلوقتي بس بسميك اسم بعدين. شباب قولوا لي اسمه ايه في الكومنتات. انت العضو الجديد لتيم عمر فايف. برو انت الا قعدك هنا. خلاص خليك قاعد. اوكي والله اظن احنا عملنا شغل مش طبيعي في المنطقه دي. المنطقه بقى شكلها رهيب. دلوقتي المفروض اللي احنا نبدا ناخد الكرويين دول حلو عشان يعني قصدي عشان نخليهم عمال وكده. هتقفوا في طريق وطريق الكرويين انتوا. ما اظنك تعرفوا انا مين. واو 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 اوكي خلاص انا اسف هاخد الكروين غصب عنكم. طيب خلاص لكان انها الحرب. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي هي مش الحرب هي مش الحرب. انتوا تقدروا تقتلوني حرفيا. هاي اوه يا كلب. نو واي نو واي نو واي نو واي. ضرب ضرب من ورا الحيط. نو ضرب من ورا الحيط. نو ضرب من ورا الحيط. نو اوكي واحد مات واحد مات واحد مات. فضل البقية. او ماي جاد او ماي جاد. امكم مش طبيعي. يلا كمل. لا مصل انتوا واقفين على ايه؟ انتوا واقفين على اعلى حصنة. اوكي بقف على حصنة انا كمان. يلا ها. لا برعي لا برعي. اح اح برعي يموت برعي يموت برعي يموت. هيلنا هيلنا هيلنا. تعال انت برعي اقعد هنا لحد دلوقتي. اوكي اقعد هنا دلوقتي. انتوا شت قدروا تقتلوني. انا عمر فايف. هقتلك هقتلك. اوكي اوكي اوكي. قتلنا ثلاثة قتلنا ثلاثة. ما بقاش فاضل كتير. اظهروا نفسكم يا جبناء. شوف كلهم بقى قعدوا عند الكروين يحموهم. ما بقاش في تاني. طيب اوكي ما بقاش في تاني غير الشغل عند الكروين دول. فايه اللي احنا نعمله؟ هنكسر الفنس دول عشان نبعدهم عن الكروين عشان ممكن اقتل الكروين بالغلط. انا الاول لازم نقتل الحيوان اللي هناك ده. هنستدرج الجنود دول بعيد. دلوقتي جه وقت اللي انا اعلمكم الادب. اوه اوه مش بيأثر في السهم. او شت. شوف الحيوان بيصد رباطي. تعرف ان انا روبن هود؟ يلا انا روبن هود. زلي. اوش 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 تهيلنا. الجنود اوفر باورد. الجنود مره اوفر باورد. برو هذا بشيفني من 200 الف ميل تقريبا. ده القائد بتاعهم شباب. مش عايز يموت. وين راح؟ الو هذا اختفى. وات ذا هيل. اوكي اوكي انا كسبت الحرب. عربية ناو. يلا تور. تسمع كلام ابوك انت كمان. روح معاه. يلا روح روح. اهو كسرتها لك. يلا روح ادخل عربية ادخل. انت الان ملكية لعمر فايف تمام. في العادة الواحد بيعمل ايه؟ بيشتريك. بس انا مش اشتريك لانك انت ببلاش بالنسبة لي. انا حياتك وشغلك وحياتك بالكامل تعتبر الان ملكي وملكي انا واحد. محدش يقدر ياخذك مني ومحدش هيقدر ياخذك مني. ليك الحق في انك ما يكونش ليك الحق في اي حاجة. واي كلمة هتقولها تستخدم ضدك مش في المحاكم لا في السجن. ولو فكرت في مرة من الايام انك تحاول تنتقم مني هجيلك وانت نايم اقتل مراتك وعيلتك كلها قدام عينك وبعدين هقتلك انت اخر واحد. الشروط والاحكام دي تطبق عليها كل الكوين بموجب القانون اللي هو انا حطيته دلوقتي حالا. واي شخص هيخالف القانون ده هيتعاقب عقابا شديدا. على حد علمي انا مش محتاج غير 3 كروين عشان اعمل البريدنج فارم. ف ما اظن احنا نحتاج كل اللي في القريه دول.
شايف اللي انا شايفه برعي؟ في امبوستر. انت مش برعي، ليه بتحاول تقلده؟ ها ليه حاقد علي؟ ها يا بكلمك انت، ليه حاقد على برعي؟ عشان هو احسن منك؟ تدينيش انفك. تعرف انت ايه؟ تعرف انت ايه دلوقتي مصيرك؟ انا هقول لك مصيرك ايه. مصيرك هيبقى نفس مصيرهم. تقلقش برعي، هظبط لك الحيوان ده. ايها الكرويين اسمعوني جيدا جيدا جدا جدا جدا. الان سوف ابدا عمليه بناء سجنكم، قصدي منزلكم. المنزل هذا سوف يكون المكان الوحيد والمكان الابدي الخاص فيكم. سوف تعيشون، تباتون، تنامون، تسوون حمام، تاكلون، تعيشون كل برو وات ذا فاك. شباب للأسف أثناء وأنا ببني بتاع في كروي من الكرويين دول هرب، فهنتفعل دلوقتي عملية العثور على الهارب. شباب احنا شوف، خلينا نفتكر شكله كان على أغلب لابس تيشيرت، ما كانش كروي عادي زي هذا المبتسم اللي فاكر نفسه هيروح لحديقة الملاهي. انت فين؟ انت فين؟ دورت عنك في الدنيا فين؟ انت فين؟ دورت عليك في قلبي فين؟ هذا هو؟ ايوه هذا انت؟ ما كنت اقف ثواني بس ابص عليك. يب هذا هو، قام تو دادي. وانت فين؟ كنت ادور عنك، فاكر نفسك تهرب. انت فين؟ وانت فين؟ كنت ادور عنك، فاكر نفسك هتهرب. انت فين؟ عموما ما تقلقوش يا امامير انتو يا حلوين، لان خلاص احنا في اخر ستيج من بناء السجن. السجن نفسه. عجبك انت الموضوع ده صح؟ طيب الموضوع اخذ شوية وقت وانا حاليا تعبان جدا، ولكن خلصنا مكان حرفيا، يعني مكان مليء بالبهجة والسعادة والفرح زي انتم شايفين. يعني دي الأماكن اللي هنمو فيها، طبعا غرف اللوكسجري من فنادق 11 نجمة. وهنا بلاش أكلمكم عن هنا اللي هيحصل دلوقتي. جه وقت اللي أنا أجيب الفيلجرز اللي أنا معلقهم فوق وأحطهم تحت هنا. أوه حبينا في الخريف أوريدي. أنا بقالي قد إيه تحت؟ هم الكرويين راحوا فين؟ ومش كان في كرويين هنا؟ هل أنتم هنا؟ عاملين مع علي مقلب صح؟ انتوا اكيد رجعتوا لشغلكم العادي في القريه صح؟ هلو الكروين هربت. لا واحنا تحت اجى موسم الخريف، فعلى الاغلب انا فضلت متعفن تحت زي متوحدين وقت طويل جدا. لو هم هربوا ما اظن ان انا هقدر ارجعهم تاني. على الاغلب دلوقتي لقوا قريه جديده يعيشوا فيها اصلا. اضطر ان احنا نلجأ للحل التاني، هنروح للقرية اللي هناك. يلا انت وهو ادخل هنا من غير ما تسأل اسئلة كتير. يلا لما انا اقول لك تدخل هنا يعني تدخل هنا. تعال انا بورجيك. ها يعني مرة بتسمع كلامي؟ ها يا 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 خلاص عصبت عليكم انا. يلا كلكم هتيجوا معايا. بموجب القانون البطيخ 17 انا لسه مخترعه الان، انتوا دلوقتي كلكم ملك للملك عمر 5 وتخضعون لاوامري كلها بالحرف. بص على حاجه انت. ها ايوه كده، امشي امشي امشي، مش هعمل لك حاجه. يلا بابا يلا طير طير. اخواتكم اللي كنت انا جايبهم كنت عايز اخد 3 بس، ولكن لا كان لازم يهربوا، فعشان كده انتوا تتحملوا العواقب. بوري معلش بوري، هتضطر انك تشيلهم. حان الوقت انكم تتعرفوا على تاريخكم الجديد وبيتكم الجديد وسجنكم الجديد. انتوا هتعانوا كل يوم من حياتكم البائسة عشان تجيبوا لي اكل، تجيبوا لي موارد، تجيبوا لي اشياء. اي شيء انا بطلبه منكم هتنفذوا غصبا عنكم، ولو سمعت كلمة زيادة عن الموضوع هقتلكم كلكم. انا اوريدي عملتها مرة. منورين في بيتكم الجديد، ايه رايكم؟ كبير وواسع صح؟ انا عارف
تقلقوش كل حاجة تبقى تمام، كل حاجة تبقى تمام. أنا هعتني بيكم، هعتني بيكم واحد واحد. تعال تعال حبيبي معايا. انت عملت نفسك كأنكوا في البيت اوريدي. طب والله حلو. قول ويلكم لبيتك الجديد. ولد ولد ولد، ايش قلنا؟ ولد اقعد جوا، ده مكانك الجديد. مبسوط؟ ها؟ يا انا عارف انك مبسوط. ياب ياب ياب، انت اللي عامل فيها بيت عامل، ما تستعجلش على قدرك، يعني كلكم هتبقوا عمال. انت بقى هتتحط هنا، والفكرة من البتاعة دي ان انا محتاج 2 فيليجرز يكونوا هنا. لما يبقى في 2 فيليجرز هنا بيحصل حاجة كده بنسميها الحياة، بالاحرى انا بعمل فيليجر فارم، بس هتحتاج شوية شغل، فعلى الاغلب انتوا هتشوفوها شغالة الحلقة الجاية. تعالوا انتوا الاتنين معايا بقى. منور، انت لسه جاي؟ تعال تعال تعال، اتفضل اتفضل. طب انا عايز الكل هنا يسمعني كويس، ها؟ انتوا الان هتمروا بفترة تدريب، واللي انا بحب اسميها فترة النقاهة، ودي اللي هتتعلموا فيها ان حياتكم السابقة ما بقتش موجودة. انت دلوقتي بقى عندكم حياة جديدة، باسم جديد، بوظيفة جديدة. وظيفتكم ومصدر معيشتكم وهدفكم في الحياة كله انك تخدموني واحد واحد. واللي مش هيعمل كده هيكتشف اللي هيحصل له بعدين. جون سنو هيكون مراقبكم، ولو عملتوا اي حاجة تثير الشك حرفيا هيخليكوا لحمة. صح جون سنو؟ بالمناسبة انا قررت اسميه جون سنو، فتوظف رأيكم. انا سيبكم هنا 5 ايام كده عمال ما تدخلوا فترة النقاء وتكتشفوا نفسكم الجديدة بدون اكل. بعد ال5 ايام دي انا هاجي اخد اول عمال. بقيتوا مستعدين؟ يا ترى اختار مين النهاردة؟ هذي بادي كل زبادي، شالوا حطوا كله علاتي. انت صديق الصدوق هتكون الخادم المفضل لي النهاردة، بالرجاء اخس وظيفتك. حلو، دلوقتي اخضع الي. حلو، دلوقتي اطلع فانت حر، اطلع فانت حر. انتوا مستعدين؟ الورد المحتل الارض التحتية بقاله فترة طويلة جدا، احنا لازم ننهي عليه، وننهي عليه النهاردة. يلا الحقوني. انتوا بطاقة قوي على فكرة. لو جي يومه وقررتوا انك تلعبوا بالمود باك بتاعتي، تذكروا انك بتضغطوش على زر بالغلط، لان ده اللي هيحصل. What the fuck؟ وصلنا. انا عايزكو تحاربوا بشرف، انا عايزكو تقتلوا الوردن قتل. احنا مش هنشفت انيمور، خلاص احنا عايزين الوردن. هاتولي الوردن. يلا خيو، يلا يلا ترسبن ترسبن. مش خايف منك، مش خايف منك، عندي جنود، عندي جيش، عندي جيش. خلتني اقتل كل ده بسبب برعي مات، برعي مات هو بسبب الوردن. يلا خايف ليه؟ اظهر. يلا شباب روح عليه، روح عليه، روح عليه. يلا هجموا عليه، هجموا عليه شباب. يلا انتوا تستطيعوا، يلا خليك انت تحميني، تعال انت تحميني. ايوه ايوه عاش. يلا شباب انتوا تستطيعوا. هيتلوه هيتلوه هيتلوه، انا متاكد انا متاكد. هم يستطيعوا هم يستطيعوا هم يستطيعوا. انتوا بتحاربوا عشان الملك بتاعكو. احموني احموني احموني. دي ما كانتش الخط، دي ما كانتش الخطة. يمكن انت لسه عايش، انت ازاي لسه عايش؟ راح فين؟
أو شت قتله. اسمع اسمع تعال، ايه الخطة دلوقتي؟ ها الخطة دلوقتي قولي. ما نقدرش نوعكو انا وانت بس. طيب تعال انا حاول اجرب حاجة. تمام خليك ماشي معايا انت. اكيد ما يقدرش يضربني من ورا الحيط، هيبقى 2 او بي موت. اه لا واحد تاني الحمد لله مالك، احنا نقدر عليه. اكيد هيلو لو، اكيد هيلو لو، لازم ناخد عليه هاي جراوند بس فاهم. تعال خايف يلا شوف، حتى لقينا دايموند. اوكي احنا معنا هاي جراوند. شافني ازاي؟ هو فين؟ هو فين؟ في واحد منهم لسه عايش. لازم اشوف بالفري كام انا. اوه اوه والله مكانه بيرفكت. طيب اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. هو ماسك في الفيليشر حلو، هو ماسك في الجندي ده. اوه ماي جاد في حد ميت هنا. كيف نقدر نتسلل عليه؟ المكان اللي هو قاعد فيه حرفين مكان مغلق حلو، ما نقدرش نقرب منه قوي. طيب هو في شريكر هنا. شت لو اخد عليه ضربه من بعيد اقدر اجيبه من هنا. اوكي اقدر اجيبه من هنا. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. انتوا اللي تبقى، انتوا اللي تبقى من الجيش الرائع. انتوا فايتوا فايت شريف، اغلبكم مات بس في الاخر قدرنا نقتل الوردن، حررنا العالم السفلي. ليتس جو. للأسف احنا كسبنا الحرب السفلية بس خسرنا فيها برضه. واهلا ببرعي. اشتقت لي؟ ها؟ اشتقت لي صح؟ برعي راح فين؟ برعي تعال 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 سكر، مش وقت تاكل. تعال شوف 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 السنة بيمشي على المية. صار مش عم برعي، مش طبيعي برعي. ليفل تاني برعي از الف حصان. هي سوسكي بدي